لجنة سعودية إماراتية مشتركة تصل إلى العاصمة المؤقتة عدن لبحث انسحاب قوات المجلس الانتقالي منها. الانفصاليون في عدن يستدعون الشارع لتعزيز انقلابهم، وحكومة هادي ترفض أي حوار مع الانفصاليين قبل انسحابهم من عدن. هل تصدق الإمارات وتساعد في انسحاب تلك القوات؟ وماذا إذا لم تخرج تلك الأرتال العسكرية المدعومة إماراتياً من عدن؟ حياكم الله مشاهدينا. منذ دخولها العاصمة المؤقتة عدن تواصل قوات مسلحة من المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً تنفيذها حملة اعتقالات ومداهمات بحق ناشطين معارضين لانقلاب مجلس عيدروس في المدينة. إلى أين تسير الأحداث في عدن، وهل تؤدي تلك التطورات إلى إنهاء وحدة اليمن؟ أهلا بكم في استديو التاسع. على جبهات اليمن السياسية والعسكرية تأخذ الأمور مجرا معقدا في مساع تقودها أطراف عديدة لاستدراك الانقلاب الأخير على الشرعية والشرخ الذي أحدثته سيطرة الانفصاليين في جنوبي اليمن على مدينة عدن العاصمة المؤقتة للحكومة الشرعية في البلاد. فبعد دعوات لهم للانسحاب مقابل الشروع في مفاوضات برعاية السعودية، رفض ما يعرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي تلك الدعوات، ليؤكد على لسان المتحدث باسمه أن النية في الاحتفاظ بالسيطرة على عدن في حال لم تنفذ بعض الشروط، ومنها إخراج جميع عناصر حزب الإصلاح من مراكز النفوذ كلها ومعها أي ساسة ينتمون للشمال. مواقف أخرى تضمنها تصريح المتحدث باسم الانفصاليين والذي تطرق إلى السماح للجنوبيين بحكم أنفسهم، منوها أيضا إلى أن السيطرة على عدن حظيت بموافقة الإمارات، مبررا ذلك بسعي الأخيرة لإبعاد حزب الإصلاح. تصريحات الانفصاليين الأخيرة وما جاء فيها تزامنت مع بيان جديد للخارجية اليمنية حملت فيه الإمارات والقوات التي تدعمها مسؤولية الانقلاب في عدن وما قد ينتج عنه. تصويب على حزب الإصلاح إذن يرى فيه مراقبون دلالات عديدة حول ما يؤكده من تناغم الانفصاليين الكامل مع الاستراتيجية الإماراتية ضد الإصلاح في إطار حرب أبوظبي على جماعة الإخوان المسلمين، حيث يعتقد بعض المعارضين اليمنيين للإمارات بأن أبوظبي تسعى لفرض أجندتها على السعودية في اليمن تحت شعار محاربة الإخوان. تابعنا معكم هذا التقرير مشاهدينا الكرام. أرحب بضيفي هنا في الاستديو فيصل الحذيفي الإعلامي اليمني، حياكم الله. أهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة أستاذ فيصل. أهلا بك وبالمشاهدين الكرام، حياكم الله. في البداية نبدأ بالمشهد العام اليوم في اليمن، كيف تقرأه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. التحية لأبطالنا الأشرس في كل جبهات المقاومة والصمود، تحية لأبطالنا أيضا من رجالنا وقادتنا في كل حقيقة مواقعهم الذين يدافعون عن أمن واستقرار وسيادة اليمن ووحدة أراضيه. التحية لحلفائنا، التحية لمن تحالفنا معهم وهم صادقين لنصرتنا، التحية لكل أحرار العالم، الدعاء لمن لأهلنا في الداخل هناك الذين يقاسون الآن كل مرارات الألم حقيقة من ما حل بهم من انقلاب صنعاء وما تلاه الآن من مشكلات هنا وهناك. إن شاء الله نقول ستخرج اليمن أكثر إشراقا وأكثر استفادة إن شاء الله من هذه التجارب. المشهد حقيقة يزداد قتامة، وأنا ربما أستخدم هذه المفردة بحزن، ولأني لا أريد أن يشعر المشاهد والمتابع بالألم ويزداد خوفا، لأنه هناك حقيقة ظلم محل بنا كنا نتمنى أننا لا نصل إليه. هي مشهد كتب علينا كما كتب على السوريين، وهو الآن فرض على إخواننا في بعض من ليبيا وعلى حقيقة سبقتنا فلسطين. كنا نقرأ عن
تاريخ سقوط بغداد في الماضي واليوم حاضرناه ومر بنا في 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 عام 2003 وسقطت دمشق وسقطت صنعاء. اليوم يتم تهيج الشارع في اليمن، اليوم يتم تعبئته تعبئة خاطئة، اليوم يتم إطلاق النار حقيقة، يعني أو يجعل من هذه التعبئة الخاطئة جعلت من اليمني يطلق النار على قدميه. اليوم تحشيد، اليوم تهيج، اليوم فرز مناطقي. الوضع يزداد قتامة، لكننا نتسلح بالأمان، نتسلح بالصبر، نتسلح أيضا إن شاء الله بالاتكال على الله سبحانه وتعالى أولا، ثم بقاداتنا، ثم برجالاتنا الذين نؤمل منهم أن يرعوا، أن يعودوا، أن يخجلوا، أن يهتموا حقيقة بما أوكل إليهم من مهمات. وعلى التحالف العربي المشترك للسعادة الشرعية في اليمن أن يتذكر الوعد الذي قطعه على نفسه ليلة 26 من مارس 2015 عذرا، الذي كان بارقة أمل في تاريخ العرب المعاصر بأننا سنستعيد بيت العرب الأول من أيدي إيران التي جندت إن قل يعني أن صح وصفهم فهم أذيال لإيران وتحويلها إلى ولاية فقيه. بيت العرب الأول وما هو أفئدتهم اليمن التي أصبحت يعني أقرب إلى إيران منها إلى السعودية وامتدادها القومي، وهذه هنا النقطة امتدادها الثقافي ولغة والجوار. هذه النقطة الخطيرة والمهمة، موضوع إيران صحيح واستغلال إيران لكل الأحداث الملتهبة أو حتى المساهمة في إشعال الحرائق في المنطقة وفي التحديد منها ما يجري اليوم في اليمن بشكل عام وفي عدن وفي غيرها. إيران المستفيد الأكبر من الإرهاصات والمشكلات التي حصلت من العام 2001 وحتى اللحظة، استفادت كثيرا مما حدث من يعني أحداث سبتمبر 2001 من قصف لأبراج أمريكا وأيضا البنتاغون، وتحول عندها جورج بوش إلى كشر عن أنيابه وتحرك نحو محور الشر الذي سماها، وإن إيران ذكرها مجازا ولكنه لم يسابسه، بالعكس سلم لها قارتين أو دولتين كانت على جوار إيران وهي أفغانستان والعراق. العرب تخلوا عن العراق وإن كانوا أسهموا إسهاما فاعلا في إسقاط نظام صدام حسين، سلموا إلى إيران. العراق العرب أسهموا بشكل مباشر بتسليم سوريا وإطالة أمد الحرب فيها، انتصروا للقضية اليمنية وكانت بارقة أمل لاستعادة صنعاء، ومن ثم يستعيد دمشق ويستعيد بغداد، بل أن الكثير من الحالمين الذين كانت المعطيات أمامهم تحالف عربي هز الدنيا، واستطاع أن في 4 ساعات أن يفرض سيطرته على اليمن أجواء وحدود بحرية وحدود برية، وأن يوقف السلع الاستراتيجي، وأن يحيد كل يعني لم يطير طائر إلا بإذن يعني حقيقة التحالف ناهيك، ودخل سلاح الطيران المسير والصواريخ الباليستية دخلت المعركة بعد 3 سنوات بعد سنتين ونصف تحديدا من عاصفة الحزم. فكانت الفكرة أن العرب يحرروا حتى عربستان أو الأحواز المحتلة من قبل الإيرانيين في الضفة الشرقية من الخليج العربي، وكان ممكن وممكن وممكن لولا أنه إطالة أمد المعركة في اليمن ودخول حسابات ضيقة ومشاريع صغيرة وخلافات وتباينات في جهاز التحالف العربي للسعادة الشرعية، دخلنا في حسابات وأخطاء وربما يؤسفنا أن نقول في الطريق، كما ضاعت بغداد ودمشق وبيروت وغيرها من المناطق، وقبلها إذا سلمنا أننا كمسلمين أيضا كان يهمنا كابل وغيرها، أنها سقطت صنعاء سقوط مدوي والآن سقطت عدن للأسف الشديد. في هذا السياق الوحدة اليمنية تتعرض لحقيقة لصدمات. الوحدة إن شاء الله محمية، الوحدة اليمنية هي قدر كل اليمنيين، الوحدة اليمنية لم تأتي من فراغ، الوحدة اليمنية لم تكن يعني رغبة أو شيء اشتري من بقالة أو من محل، يعني قطعة ملابس اشتريت من محل أزياء أو غيره ثم أراد صاحبها أو بعض
ممن تملكها باستعادتها وببعثرتها وبتمزيقها من جديد. نحن نقول الوحدة بنيت وهي إعادة للحمة اليمنيين وإعادة ولملمة لجغرافيتهم وللذين يحملون هوية واحدة ويحملون ودين واحد وثقافة واحدة، ما لا فرق بين اليمنيين شمالهم وجنوبهم شرقيهم وغربيهم. الوحدة ما حصل في عدن الآن هو عبارة عن ضرب لجدار الوحدة، هو عبارة عن تمزيق للنسيج الاجتماعي الداخلي، هو عبارة عن تعبئة خاطئة أسهمنا جميعا في الوصول إلى هذه المرحلة. الوحدة طبعا عندما تتكلم عن الوحدة أنا أقول أن الوحدة تم إضعافها من سواء من شركاء الوحدة في العام 94 بعد 3 سنوات من نشوء الوحدة المباركة التي كان إخواننا في الجنوب يقاتلون من أجل يعني تنفيذها، وأقيمت لأجلها ونشأت حروب في السبعينات وبداية الثمانينات، وقتل على ضوئها رؤساء وتم الانقلاب على حكومات، وكان الجنوب هو المتصدر للوحدة. حصل يا أستاذ الكريم أن كان هناك تباينات حقيقة، وهذا أنقلها للمشاهد العربي، تباينات في النظام السياسي الموجود أو النظامين السياسيين الموجودين في اليمن شمالا وجنوبا. كان جزء رأس مالي وهو الشمال، وكان ينعم حين حقيقة بثراء اقتصادي نوعا ما، بشيء من الإشباع الاقتصادي وليس الثراء. كانت هناك حرية تجارية، وكان هناك رأس مال محفوظ، وكان هناك أيضا استكشاف للنفط وتم تدشينه في العام 86، بينما الجنوب كان يرزح تحت وطأة الحكم الماركسي الشمولي الذي جوع شعبنا في الجنوب وأدخلهم في حقيقة مطاحن من 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 الحاجة اليومية الذين كانوا يمسكون. أمس قرأت لعلي المقري وهو من أهلنا في الجنوب رواية أو كتابة حقيقة عن ما كان عليه حال الجنوب قبل الوحدة المباركة، كان يعني أحدهم امتدت يده لتنك يعني قد صفيحة من السمنة فتم إعدامه، وآخر كسر مسطرة بالخطأ في مكتب يعني حكومي، فدخل في معركة من الاعتذارات ومن المطالبات. عموما حصل التباين أستاذ الكريم، خطورة الانفصال، حصل التباين، فتحولت المشاريع الدولة كاملة، دولة الوحدة تحملت ديون الدولتين، أثقل الكاهل اقتصاد هذه الدولة الوليدة. بدأ المشاريع في الجنوب لم تكن شيئا مذكورة، كانت شبه صفرية، الخدمات كانت البنية التحتية شبه معدومة، فتوجهت توجه اقتصاد الدولة لهذه المنطقة التي تشكل ثلثين من مساحة اليمن أو يعني مساحة أكبر عموما. فبعدها إخواننا في الجنوب وهي القيادة حينها قيادة الحزب الاشتراكي ارتأت الانفصال أو العودة إلى محطة ما قبل العام 90، فنشأت معركة وتدافع اليمنيين وتداعى الجميع لنصرة وإعادة هذه الوحدة لسبب ربما قد يكون وجيه لدى البسطاء من الناس، وهو يقول لماذا هؤلاء الناس عندما كانوا فقراء كانوا يأتون إلى الوحدة، وعندما يعني أغنيناهم أو هم أيضا بدأت الدولة تعيش شيء من الاستقرار أرادوا النكوص أو الرجوع. عموما الوحدة الآن الوحدة اليمنية قانونيا سواء بالقانون الدولي او القانون او الدستور الدولة اليمنية وهي الجمهورية اليمنية المعلنة في العام 90 كلها يعني لا يمكن التفريط باي شبر من ارض اليمن. المشاريع او المرجعية الثلاثة التي على ضوئها قام التحالف العربي للاستعادة الشرعية وهي المبادرة الخليجية والحوار الوطني الشامل والقرارات الدولية والأممية كلها تنص على أمن ووحدة واستقرار اليمن. التحالف عندما جاء ما جاء ليقول أننا أتينا لنحرر جزء من اليمن. طيب هنا من وراء هذا التجزي أو هذه التجزئة أو السعي لها؟ شوف هذه هو إطالة أمد المعركة واحد، يعني لنا الآن من مارس 2015 وحتى الآن، يعني الآن على مشارف يعني حوالي 4 سنوات وأنا داخلين الآن في الخامسة. صحيح. كل هذه أنشأت المشاريع الصغيرة وتغول الحوثي وأعطي أيضا أصبح بعبعا وسوق نفسه أنه يعني على كل شيء قدير وأنه غير قابل للهزيمة. طيب هنا اليمنيين إلى أي مدى كانوا هم
ربما ضعفاء في المواجهة أو غير قادرين على تحمل المسؤولية؟ اليمنيين يا أستاذي الكريم، أنت تتكلم عن اليمن كقيادة أو كحكومة أو كشعب؟ نتكلم كيمنيين اليوم. اليوم اليوم ما جرى في ثورات الربيع العربي استغلت بشكل أو بآخر. صحيح. ولو تحدثنا على المكشوف، دول تأخذ هذه الفصائل أو دول تأخذ تلك الشعوب أو تلك المدن وبالتالي تتقاسمها فيما بينها، ثم يقع الضحية هو الشعب الذي خرج في ثورته من أجل تحقيق مطالب حرية عدالة كرامة وما شابه. الشعوب لم يعد يعبا بها من بعد العام 2013 تحديدا، لم تعد في حسابات الحكومات والدول تماما، كما سحقت كثير من الدول، اقصد الثورات. يعني اذا تريد ان نسمي او المشاهد يعرف ما هي الدول التي تسمى سحقها وما هي الكرامات التي اهينت وما هو الشعوب التي لم يلتفت اليها. الشعوب اصبح يا استاذ اذا خرجت لمظاهره هو عباره عن يعني تفريغ كربه وتفريغ طاقه ثم تعود الى سكناتها سالمه او الى بيوتها سالمه، ولا يعمل بما يعني بمقرراتها ولا ينتبه تماما لما آلت اليه او الى 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 اي مخرج لهذه المظاهرات وهذا التحشيد وهذا التجميع. في حاله من الحالات اليوم ما جرى اليوم، اليوم يا استاذ هو عباره عن واحده من تلك الحشود وتلك الجموع. الجمع اللي حصل في عدن لم يكن ارقام فلكيه كما سوق له، وانما ارقام عاديه جدا. هناك جاء من القرى، وهذه مشكله عدن انها تهزم بسبب الاتون من 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 القرى تماما كما هو حال صنعاء، التاريخ صنعاء العاصمه، البيت كل اليمنيين التي هزمت او عندما اتى اصحاب الكهوف وهم لا يحملون من المدنيه شيء كما هو حاصل الان في عدن. نعم. اهل عدن يعني يتم تجاهلهم سواء في حروب 67 او الثمانينات وما شابه. اليوم ما حصل يا استاذ في عدن هو عباره عن واحده من تلك الجموع. اهلنا في الجنوب تم تعبئتهم بشكل خاطئ، وتم تهويل مساله البقاض من اليمن وانه موحد، بل انهم حصل يعني تغرير بهوياتهم وتشتيت لنسيجهم الاجتماعي. اليوم من ياتي ويقول انا لست يمني وانما جنوب عربي، يعني هويه منعدمه وهويه غير قابله للحياه وهويه دخيله. انا اتذكر تلك المظاهره التي كانت تحصل دائما يعني لمستر بن، وعندما كان يحمل اللافتة فالتجمع من حوله الناس يحسبون أنه متجه إلى مظاهرة، وعندما قدمت قوات الشرطة تفرق الجميع وبقي هو الذي يمسك البيرق أو الراية. العام في السبعينات خرجت مظاهرة في عاصمتنا عدن، في العاصمة المؤقتة للجمهورية اليمنية، مظاهرة تدعو إلى تقليل الراتب، إلى بل أنهم كانوا اتجهوا إلى مقرات الحكومة ويرفعون شعارات بصوت مرتفع و تقول واجب علينا واجب تقليل الراتب واجب، ما في احد في الدنيا يطالب حكومته ان تنقص او تقلل او تقزم من راتبه الشهري الذي هو ليس حقم من الحكومه بقدر ما هو حق مكتسب. يعني هناك اشبه بمسرحيات. طبيعي هذه انفعالات عاطفيه يتم تغذيته من هؤلاء الموتورين والشعب يستجيب. الشعوب يا اخي بسيطه، الشعوب تتوق الى 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 الرفاه. ما يحصل في اليمني من 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 صنعاء الى عدن الى من الحديده وحتى المهره. نعم. يعاني الامرين، يعاني الفقر والجوع والمرض، يعاني انعدام الوسائل الحياه الاساسيه، يعاني فقدان ايضا لسطوه ودولته الى الدوله والى عداله اجتماعيه لا شك. فهناك استغلال بشع، استغلال غير سوي. والا في الأصل أن نتفق أولا على إزالة أسباب الانقلاب في صنعاء إلى بناء دولة، نتفق على كيف نحكم اليمن. خرجنا أيضا لدينا برنامج اجتماعي جاهز، لدينا اتفاق ارتأيناه جميعا، كل مكونات الشعب اليمني كانت حاضرة في هذا الاتفاق وهو اتفاق الحوار الوطني الشامل. ربما نفصل فيه أكثر. تفضل. بشكل مفصل معكم، ولكن اسمح لنا أن نعرض مقطع مصور نشر بعد الهجوم من قوات المجلس الانتقالي الجنوبي على عدن لوزير الداخلية. دعونا نتابع. صحيح، نحن
نقر بالهزيمة ونبارك للإشقاء في الإمارات العربية المتحدة النصر المبين علينا. ولهذا فإننا لن تكون هذه المعركة النهائية ولن تكون الأخيرة اليوم. نحن ذاهبون لنعود، نحدثكم من عدن في الساعة 12 ظهرا، ونحن سنتجه بعد ساعة أو ساعتين برعاية الإشقاء في المملكة العربية السعودية إلى مطار عدن الدولي لترحيلنا إلى الرياض. نكرر مرة أخرى، لا تبتئسوا، لا تحزنوا، لقد قمتم بما يلزم، لقد قمتم بالواجب على أكمل وجه، ولكنها الأقدار والله سبحانه وتعالى له حكمة في ذلك. ولكننا لن نترك هذا الوطن للعابثين، وسنظل نناضل للدفاع عن الحق ونصرة الحق مهما كلفنا ذلك، ما دام في عروقنا تسير الدماء. نكرر الشكر مرة أخرى لكم، وقبلة على جبينكم جميعا أيها الأبطال الأحرار، أيها الشرفاء. كما أود أن أوجه رسالة للقيادات الانتقالية، شكرا على حسن أخلاقكم في نهب منازلنا وممتلكاتنا والعبث بحاجاتنا الشخصية. شكرا لكم على سرقة ما في منازلنا وسياراتنا. شكرا لكم على هذه الرسالة. إن هذه الحادثة أو هذه الحوادث بنهب منازل القيادات المخالفة لكم، إن رأيناها جميعا تصرف من فئة أخرى وهي فئة الحوثيون. فالتشابه بين السلوكين يؤكد أن المشكات واحدة. ولهذا نكرر الشكر لكم، نكرر مرة أخرى الشكر لكم على حسن سلوككم وتقديم هذه الرسالة الإيجابية في التعايش وفي الأخاء وفي بناء الوطن بشكل مشترك. أكرر الشكر مرة أخرى لكم أيها المناضلون، أيها الأبطال، يجب أن تظل جذوة الحرية في صدوركم مستمرة، يجب أن لا تنبطحوا. إذن تابعنا هذا المقطع لوزير الداخلية أحمد الميسري. أستاذ فيصل، كيف تعلق عليه؟ حقيقة مقطع مؤلم، ونحن كنا على حقيقة نتابع هذا العملاق اليمني، هذا الجبل الأشم، هذا القيل اليماني الحميري الأصيل، وهو يعني يتجول بمعية وزير النقل الأستاذ الجبواني وقادة الألوية الرئاسية وفي عدن في كريتر تحديدا، وهم منتصرون والشعب اليمني يبارك انتصاراتهم. ثم حصل ما حصل، وهو يعني حقيقة علل هذا الفشل وهذا الانهزام وهذا التراجع ب400 مدرعة تسلمها المجلس الانتقالي الذي قام بهذا التمرد في مدينة عدن، وأحصل أو أحدث تغيير في كفة ميزان القوى في مدينة عدن، وكانت الغلبة لهم في هذه المرحلة وهذه الجولة من العمل الغير سوي حقيقة، الغير وطني، الذي يؤسس لمزيد من المشكلات ولا يعالج بس المشكلة وكونها المشكلة اليمنية. أسباب الانقلاب هنا في هذا السياق؟ الأسباب ليست وجيهة، الأسباب ليست منطقية، الأسباب ليست يعني عليها الرجال. الذي حصل هو استغلال لصاروخ أو مسير من قبل الحوثيين على حفل التخرج واحدة من التشكيلات العسكرية في عدن التي تتبع إداريا أو المجلس الانتقالي يضع يده عليها، وإن كانت معينة أو مشكلة بقرار من رئيس الجمهورية. مقتل باليمامة بحادث المنصة الشهير في عدن، فحصل تجيش للشعب اليمني في عدن لأهلنا هناك في المناطق الجنوبية، تحريض واضح من قبل هاني بن بريك الذي يقدم نفسه كنائب للمجلس الانتقالي. هذا الرجل الذي يتخبط يمنة ويسرى يوم بعد آخر، كل يوم لديه رأي، ومن السهولة أن يغير رأيه كما يمكنك أن ربما قبل أن تستطيع مسح نظارتك. عموما حصل تجيش وتهيج للشارع واستغلال لغياب أجهزة ورافق الدولة. حصل خطأ من قبل الشرعية، حصل خطأ من قبل رئيس الدولة، حصل سكوت وتغاضي من قبل مكونات سياسية في الحكومة الشرعية عندما تجاهلوا تشكيلات وميليشيات تتشكل خارج القانون، خارج إدارة الحكومة
لمثل هذه التشكيلات. فكانت النتيجة أنهم تم إعلان نفير عام وإعلان السيطرة أو الرغبة في السيطرة على كل مؤسسات الحكومة في عدن وطرد الشرعية كما يعني أرادوا، وفعلا نجحوا. وقال أول التسجيل الصوتي لمعالي نائب وزير الداخلية ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الأستاذ أحمد المهندس أحمد الميسري، الذي يحمل كثير حقيقة من الحزن. وأنا ألمني كثيرا عندما شكى رئاسة الدولة، شكى رئاسة الجمهورية، شكى عبد الرب منصور هادي الذي لم يكلف نفسه أن يتصل أو يطمئن أو يعني يتواصل مع قاداتنا ورجالاتنا الذين أثبتوا فعلا الشبواني والميسري ومهران القباطي، الذين أثبتوا ثبات أو ثبتوا ثبات الجبال، وأثبتوا أننا اليمنيين خزانة أو اليمن خزانة رجال، وأنها ستنجب الكثير من العظماء القادرين على انتشاله مما هو عليه من ضعف وتقوية كل إن شاء الله جبهاتنا لنعود يمنا يستند إلى ماض مشرف. نعم. وإلى حاضر إن شاء الله ومستقبل واعد بإذن الكريم. اسمح لي أن يشركنا في هذا النقاش الكاتب الصحفي اليمني حسن المغلس. أهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة. الخارجية اليمنية أعلنت تعليق عمل مكتبها في عدن وفق بيان للوزارة أوردته وكالة الأنباء الحكومية سبأ. في هذا السياق، ما الذي تستشرفوه وما الذي تتنبؤون به للقادم نحو عدن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. بالنسبة للخارجية تعلق أو لم تعلق، أساسا يعني نشوف نرى ما هو العمل السابق اللي كان تعمله الخارجية في مكتبها في عدن. وكان مكتب يعني تعميد الشهادات والأوراق، يعني ليس مكتب يصدر قرارات. القرارات كلها تصدر أساسا من الرياض، سواء كان من الشرعية من عبد الرب منصور أو من السلطة المقبرين على أنها تبعها التحالف. لكن مكتب يعلق مكتب وعمل مكتب، الانتقاليين الآن أو الانفصاليين هؤلاء لا يهمهم المكتب هذا، ممكن يخترقوه في أي لحظة ويسرقوا ما فيه، مثل ما فعلوا في وزارة المواصلات وفي قصر الرئاسة وفي كل مكان. نحن أمام قضية يعني ليست مشكلتنا المكتب أو تعليق أعمال المكتب. هناك بنك مركزي أهم المكتب هذا، يعني الآن موجود في عدن بيسير الأعمال. ولكن ماذا يريد الوزير السابق أو المستشار من تعليق أعمال المكتب؟ ماذا كان يصنع المكتب أساسا؟ هل كان يصدر قرارات حقيقية؟ هل كان يستقبل وفود؟ هل كان كذا؟ يعني يكون منطقيين في الطرح. تفضل. طيب، هنا في يعني ظل الحديث عن الأوضاع في عدن، يتم طرح الحديث عن تقارب ما بين الإصلاح والحوثيين، وإيران تقوم باستغلال هذا الموضوع. إلى أي مدى تلمسون حقيقة في هذه الأنباء التي يتم تواردها؟ هذا خبر كاذب. يعني أي تقارب هذا؟ الآن سجون الحوثي ملأة بالقيادات وبالأفراد اللي من حزب الإصلاح، فكيف يعني يتم التفاهم؟ على ماذا؟ على دماء أخوانهم؟ لا، هذا كلام طرح إعلاميا هكذا، رمي إلى الساحة، إلى ساحة. وقد تم يعني نكران هذا الخبر أساسا من قبل قيادة الإصلاح. هذا خبر إحنا لا نعول عليه، هو خبر فيسبوك وجماعة يعني مغرضة، ولكن يتم استغلاله بشكل كبير الآن ويتم نشره والعمل عليه. من وراء ذلك برأيكم؟ طبعا وراء ذلك حتى الانتقالي، حتى السبل الانفصاليين يستغلوا هذا. يقولوا هناك ما بين الحوثي والإصلاح تفاهم. يعني هذا الاستغلال، هل نحن مسؤولون يعني أو كحزب إصلاح هل مسؤول على كل إشاعة يجب أن ندافع عنها؟ وقال رأيه الإصلاح، قال كلمته في هذه، ومن شاء يصدق ومن لم يشاء فلا يصدق. فهو ذهب إلى كل المعطيات الآن للساحة لا تثبت أي إثبات ولو شعرة أن هناك تنسيق أو تفاهمات ما بين الحوثي. وما زال الحوثي يضرب الإصلاح في تعز، ما زال يضربه بالسلاح الثقيل. أي تفاهم من هذا؟ يعني لا نستطيع أن نثبت أي تفاهم. وكل الحروب الآن تدور ما بين الحوثي أساساً
وشباب والمقاومة اللي في معظم هي من الإصلاح. طيب أستاذ حسن، فيما يتعلق بالسؤال المطروح اليوم، لماذا لم يعلن الانفصاليون استقلال جنوب اليمن بعد سيطرتهم على عدن؟ هؤلاء لا يستطيعون أن يعلنوا حتى لو سيطروا على اليمن كلها. لماذا؟ ما السبب؟ هم أضعف مما تتصور. هم الآن عبارة عن مجموعة يعني مستخدمة من قبل دولة الإمارات، يعني ميزانيتهم مراتبهم وسيرهم في الإمارات كل شيء يعني محفوظ. ناهيك عن الصراع لو نريد يعني نحلل هذا هؤلاء. طبعا ليس هناك إجماع أساسا، هم لا يستطيعون أن يقولوا هذا الكلام لأنه ليس هناك إجماع بخصوص الانفصال في الجنوب. أنا متأكد من هذا الكلام وأنا ابن عدن، فليس هناك إجماع بالنسبة للانفصال. فقط هذه الفئة تريد أن تتغلب على بقية المحافظات من أجل مصالح شخصية، يعني مراكز وأموال وكذا، مثل ما كانوا في السابق. هم أصلاً ورثة الاشتراكيين، هناك ورثة الأنبياء العلماء وهؤلاء ورثة الاشتراكيين، يعني حتى بالسلالة هم ورثة، يعني من أبائهم ورثوا من أبائهم هذا الوضع الفاضح. لكنهم لا يستطيعون حتى اليوم هذا الخروج حقهم كان بدون منصة. لماذا؟ جاءتهم تعليمات من الإمارات بالذات من السعودية لا يوجد داعي لأن تكون هناك منصة يتم الحديث مع المواطنين، وأعطيت لهم 55 دقيقة فقط يتمموا نشاطهم هذا ثم ينسحبوا، وهذا ما حصل فعلا. لم يكن له هناك يعني مجاميع جمعوهم الأرياف، جاءوهم بالباصات وبالسيارات وقمعوا كل أبناء الريف، أبناء عدن طبعا في مناطق المجاورة أبيان لم تحضر بكثرة، فقط من المديريتين الحاكمتين التي حضرت أبنائها يعني هكذا عبثا، ثم ذهبوا إلى سوق القاف وتقوتوا وانتهى الموضوع وانتهى لذا. هي مجاميع تحركها الإمارات وقت ما تريد تحارب بها الشرعية، لها مطالب أخرى. شكرا جزيلا لك الأستاذ حسن المغلس الكاتب الصحفي اليمني على مشاركتك معنا في هذه الحلقة من استوديو التاسعة، أشكرك جزيل الشكر. أستاذ فيصل، يعني فيما يتعلق بما أشرنا إليه وعلق عليه الأستاذ حسن أنه هو عبارة عن أخبار تتناقلها وسائل التواصل الاجتماعي، من يقف وراء نشر مثل هذه الأخبار المتعلقة بالتقارب ما بين الحوثيين والإصلاح؟ طبعا هذا الكلام كما اشار الاستاذ المغلس انه عباره عن محض افتراء، كلام يعني ليس كلام رائد حتى، وانما كلام يعني فقط المبغضين للاصلاح وهم كثر حقيقه، الذين يرغبون اصحاب المشاريع الصغيره والذين يريدون الثار من الاصلاح باحداث مزيد من او شرخ ما بينه وبين التحالف العربي لتقديم الإصلاح بأنه متواطئ مع الحوثيين، بينما رجالاته وقادته إما مسجونين أو معتقلين أو قصدي مقتولين في كل أفراد ومشاركين في كل جبهات المقاومة. قادة الإصلاح موجودين في المملكة العربية السعودية، وبالإمكان إذا كان هناك تقارب الحكومة السعودية ودول التحالف لا يمكن أبدا أن تسكت، وما يقال بأنه عبارة التراخي أيضا في الجبهات كله كلام غير صحيح. المسؤول عن جبهات هناك من يقول أن اليمنيين اليوم فقدوا الثقة بالتحالف. طبعا اليوم أنا إذا يعني نقول لك كلام وزير الخارجية السابق الأستاذ عبد الملك المخلافي، وهو مستشار رئيس الجمهورية، وهو شخصية اعتبارية كبيرة في ولها وزنها الثقيل في البلد، تقول أن الشعب اليمني فقد ثقته بالتحالف، أن على التحالف كما أيضا نصح الحكومة الشرعية أن سرعة تدارك الموقف وسرعة تدارك الأمر، واعتبار ما حصل من ماض يجب أن يكفر عنه بسرعة لملمة الشامل وترميم ما, 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 ما انكسر جبر الضرر حقيقة في النسيج الاجتماعي اليمني، وعدم تهيج الشارع، وأن يمسك على هؤلاء، وباب أولى أنا أقول أن لا يتم دعمهم، لأن هناك حقيقة اتهام واضح من نائب وزير الخارجية اليمني الأستاذ الحضرمي، وسمعنا المشهد من أحمد الميسري وهو نائب رئيس وزراء ووزير للداخلية، وتعالت الأصوات التي تتهم الإمارات صراحة
بدعمها لهذه الفئة الانفصالية في الجنوب لطعن التحالف ابتداء من الخلف لإدخال البلد في أتون مشكلات وحرف البوصلة عن العدو اللدود، العدو الرئيس، العدو الذي جاءت يعني جاء الجميع لنصرة اليمنيين من شره وإيقافه عند حده. التحالف فعلا للأسف الشديد أنه فقد ثقة لدى الشارع اليمني، لكن لعل القادم يكون أجمل إن شاء الله. بالمقابل هناك امرأة في عدن تقول أنه نائب ما يعرف في المجلس الانتقالي الجنوبي يمنعها من دخول منزلها. نتابع سويا مشاهدينا ثم نعلق على هذا المقطع. هارب المراقب زرزر على الناس مخافتنا، أشهدوا يا عالم وعادوا مانعنا ندخل بيتنا، هودا ناقص سرق الانتقالية تحكمنا. هارب المراقب زرزر على الناس مخافتنا، أشهدوا يا عالم وعادوا مانعنا ندخل بيتنا، هودا ناقص سرق الانتقالية تحكمنا. إذن تابعنا معكم هذا المقطع المصور وهذا الحديث من الامرأة، كيف تابعته أستاذ الحزيفي؟ الواقع مرير وازداد قتامة حقيقة، وتدخل هذا الإنسان المتزمت المتطرف الذي يجهل أبجدية السياسة، ركب فقط الموجة متأخر وأراد أن يسابق الجميع. هو يعني إذا كان الجميع يقدموا تنازل بالسنتيمتر هو يقدم بالكيلومتر حقيقة، ولهذا لمع نجمه لا يخجل عندما يعني أنا واجه حقيقة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا لم تستحي فصنع ما شئت. ماذا نقول؟ هو لا يخجل لا يستحي، وبالتالي ما يعني كل ما يفعله يعني ربما مبرر. تفضل يا عزيزي. بن بريك هو نفسه كان قد دعا إلى طرد الحكومة الشرعية، دعونا نتابع. مطالب الهبة الشعبية هي مطالب شعب الجنوب، بعد التأكد من أن حادث يوم الخميس كان الهدف منه إسقاط كل القيادات العسكرية والسياسية الجنوبية، فلا بقاء لهذه الحكومة على أرضنا، فلتذهب إلى أي أرض كانت ولتحكم من أي أرض كانت حتى ندخل في المفاوضات السلام النهائية والأخيرة. إذن كان هذا هاني بن بريك، تعليقك أستاذ فيصل. وطبعا تصريحاته غريبة فيما يتعلق بإطارات متعددة خاصة من بينها الوحدة. أنا أبحث الآن في محرك البحث في يوتيوب مقطع لهاني بن بريك، لكن النت عندكم بسبب العوازل ضعيف، وإلا أضحكت المشاهد بما يسمع حقيقة وبما ينطق هذا الإنسان. هاني بن بريك الوحدة دين، كان يعتبر الوحدة دين ويعتبر الخروج عليها كفر، وكفر كل من ينادي بالانفصال. وهذا الكلام قريب، وكان من ضمن من قاتل حقيقة في بداية عاصفة الحزم وإعادة الأمل من أجل عدن، وكان تحت صفة الشرعية، وتم منحه حقيبة بلا وزارة كوزير دولة في حكومة هادي، وعندما أقيل وبدأ يتهم من قبل إخوانه وأصدقائه وزملائه في الدعوة في عدن من الفرقة السلفية بأنه لديه يد أو يعلم من بدأ بتشكيلات الحزام الأمني، فعندما أقيل وأحيل للتحقيق من قبل رئيس الجمهورية انسلخ عن جلده وبدأ يرتمي في أحضان الانفصال، كما عمل أيضا ابن عم محافظ لحج محافظ حضرموت اللواء أحمد بن بريك، كان محافظا لحضرموت وكان يدعي شرعية وفشل في إدارة المحافظة، فعندما أقيل تحول إلى انفصالي، وهذه هي المشكلة. هذه هاني بن بريك متهم بشكل مباشر من قبل نيابة محافظة عدن بأنه ضالع في قتل الأئمة والخطباء الذين يزيدون على 30 بما فيهم زملائه ورفقاءه في الدعوة، بأنه لديه يد مباشرة بمقتلهم. هاني بن بريك أستاذ الآن
باع القضية تماما. هاني بن بوريك ربما سيكون وبال على الجنوب كما هو على اليمن كاملة. هاني بن بوريك ربما يعني يكون النحس الذي يؤدي بصاحبه، فربما يفسد عمل المجلس الانتقالي بالكامل، وإن غدا لناظره قريب. مع الأسف يعني، والنظرة التشاؤمية الموجودة ربما هي موجودة لدى كثير من اليمنيين. ننتقل للفقرة الأخيرة وهي فقرة التغريدات. سيد عبد الملك مخلافي يقول: لا يقلقني كثيرا تناسل الانقلابات، فالانقلاب الجديد في عدن ليس إلا نسخة من الانقلاب الأول في صنعاء وتحت ذات الدعاوى وبنفس الأساليب، وإن استبدلت العنصرية السلالية بعنصرية جغرافية. ما يقلقني هو العجز الذي تعيشه الشرعية والحكومة والنواب والنخب في مواجهة ما يحدث في الوطن وله. كلام جميل. هذا الكلام يدحض أيضا المقولة التي تقول إن هناك تقارب بين الحوثيين والإصلاح، لأنه عندما غزا أو عندما انقلب على الدولة والمجتمع الحوثيين في صنعاء، كانت مبرراتهم هو القضاء على حزب الإصلاح وأن الإصلاح يعني داعش وشيء من هذا الكلام الكثير. تم تمهيد الأرض وتعبيدها للحوثي بحجة محاربة الإصلاح. نعم. الآن ما يحدث في عدن نفس الحجة، ما حصل في صنعاء كما يقول أن يعني مذهبية، الآن ما يحصل في عدن تماما هو مناطقية وعنصرية مقيتة. طيب. كلام حقيقة وزير السابق كلام كثير إذن هنا من التغريدات، ولكن بدأ الوقت يداهمني. تفضل. نختم بتغريدة لمختار الرحبي يقول فيها: كيف يسمح لدولة الإمارات أن تشارك في لجنة تسليم المقار الحكومية من قبل أنصارها الانقلابيين وهي الدولة المتهمة من الحكومة اليمنية بشكل رسمي بدعم الانقلاب؟ كيف دولة داعمة للانقلاب عدن تشارك في إخراج الانقلابيين من مؤسسات الدولة في عدن؟ بهذه التغريدة نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة معكم، وانتهى معي الوقت، هناك الكثير من التغريدات، نعتذر لضيق الوقت. شكرا جزيلا لك على وجودك معنا. شكرا في لك. هذه الحلقة فيصل الحذيف الإعلامي اليمني، أهلا ومرحبا بك دائما معنا، وأرحب بك إن شاء الله في عدن وصنعاء ومكلا والحديدة وتعز وكل اليمن إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم. شكرا لكم مشاهدينا على طيب المتابعة، ألقاكم في حلقات جديدة. إلى ذلك الوقت أستودعكم الله، دمتم واليمن في أمان الله.